رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ شادي محمد الناقد الرياضي في بوابه اخبار اليوم. مساء الخير على حضرتك. اكيد منورنا في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. الله يخليك. عايزين نبتدي معاك من اخر لقاء للنادي الاهلي، لقاء مصر المقاصه اللي انتهى بثلاث اهداف نظيفه للنادي الاهلي، والناس دايما كانت بتوصفه بانه ده اللقاء اللي رجعت فيه روح الفانيلا الحمراء للعيبه، ابتدى الجمهور ان هو يرضى على اداء ونتيجه النادي الاهلي في وقت واحد. شفت اللقاء ده ازاي؟ صحيح، هو اللقاء ده فيه مكاسب كتير قوي، اولهم واهمهم ان اللقاء ده ما خرجش فيه مصابين، دي كانت اهم مكسب للنادي الاهلي. طبعا عد الروح للنادي الاهلي بفضل الصفقات الجديده، في اكتر من صفقه كان دورها بارز في اللقاء. صحيح. كان في حسين الشحات ورمضان صبحي وحمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي كان هايل جدا. وفي كمان فكره عوده الثقه برضو للعيبه، كان في برضو في اهتزاز في المستوى بعض الشيء. ولا صارتي مدير فني النادي الاهلي قدر ان هو يجرب بعض اللعيبه في اخر اللقاء. صحيح. زي صالح جمعه وغيره، هتيجي مع المباريات ان شاء الله. يعني هو كمان من اهم تصريحات لصارتي قال انا ما بقتش قلقان من الاصابات ومن الغيابات، بالعكس هي بتدي فرصه او بتتيح فرصه للعيبه تانية نجربهم ونشوفهم خلال اللقاءات. صحيح صحيح. هو دلوقتي موجود، هو يعني في النهايه احنا بنتكلم ان الاهلي برضو في عناصر مؤثره كتير غايبه زي احمد فتحي وغيره، بس في النهايه بقى مع الصفقات الجديده قدرنا نجيب او قدر الاهلي يجيب لعيبه كتير في اكتر من مكان. قدر هو يوفر بدل بديل اتنين. صحيح. يعني في صفقات صور زي حسين الشحات بيقدر يلعب في اكتر من مكان، مكان مناسب قوي لصارتي في الفتره الحاليه. صحيح. طيب لو سالتك هل فعلا ابتدت تظهر بصمات لصارتي على النادي الاهلي ولا لسه؟ هو يعني احنا برضو لسه بدري شويه. الظروف اللي بتحيط بالراجل، الاصابات، تضحك المباريات، في بطوله افريقيا. بس في الاخر في اخر اللقاء احنا شفنا كره سريعه بتتلعب هجوميه، واحنا منتظرين يعني الفتره الجايه في تحسن هيبقى موجود. يعني متوقع ده، متفائل خير بيه، ان بقى الفتره الجايه في تطور الاداء. صحيح. الجماعي، والاهلي اصبح كمان يعني في نقطه مهمه جدا، الراجل كسب اخر ماتش بسكور 3، ده يعتبر سكور كويس. صحيح. فرقه تقيله زي المقصه. أكيد. من غير راس حربه صريحه عندنا الثلاثه مصابين، صلاح محسن وازارو. بالظبط. فانت شايف ان ده بيعد من نقطه يعني طبعًا لصالح لاسرتي. طيب خليني اسالك عن افضل لاعب في اللقاء ده من وجهه نظرك، شفته مين؟ انا شايف رمضان صبحي بصراحه. مؤثر جدا جدا في فريق الاهلي، لعيب عنده روح يعني موجوده، بيلعب بكل حواسه. كان في اللقاء اللي فات ظهر جدا ان هو عايز يدي حاجه بعد في البعض انتقده في اخر لقاء ليه. لا المره دي لا، رمضان صبحي ظهر بشكل مناسب جدا، واعتقد هيتطور كتير لان العين كلها عليه، وهو كمان عايز ينضم للمنتخب بصفه اساسيه عشان بطوله افريقيا. طيب لو جيت بقى اسالك عن الجدول، جدول ترتيب الدوري المصري ممتاز دلوقتي، النادي الاهلي في المركز الثالث ب 15 لقاء، وطبعا بيجي في المركز الاول الزمالك 17 لقاء، وب 20 لقاء بيراميدز في المركز الثاني. شايف ازاي جدول ترتيب طيب المسابقه؟ احنا في الاول لازم نقول ان الدوري لسه بدري عليه قوي. احنا بنتكلم في دور ثاني لسه ما اتلعبش، الاهلي لسه بيخلص مؤجلاته، والزمالك في نفس الوقت ما خلص مؤجلاته. الاهلي الزمالك فاضل له مباراتين بس. الاهلي فاضل له خمسه. خلاص. الاهلي، لان هو هنفترض ان الاهلي كسب كل مؤجلاته والزمالك كسب كل مؤجلاته، اذا هيفرق ست نقاط فقط. طيب ست نقاط دي لسه في ماتش بين الاهلي والزمالك تلعبش. صحيح. وراح جاي لسه الذهاب والعوده. طب يمكن الست نقاط دول هم اللي هيكونوا في المواجهه المباشره ما بين الاثنين. صحيح صحيح. دي هيبقى ليهم دور او عامل اساسي جدا في حسم اللقب. بيراميدز اعتقد ان هو لا، يعني بيراميدز لعب كل مبارياته وهو في المركز الثاني. فلا لسه بدري قوي على الدوري. حتى لو شفنا نتائج بيراميدز هنلاقي في 9 تعادلات لبيراميدز. ده رقم غريب قوي بالنسبه لي ان هو 9 تعادلات. 9 تعادلات كتير جدا، رقم كبير قوي. طبعا. ومع ذلك احنا بنتكلم لسه بدري جدا. الاهلي المفروض لو اقوى دفاع في الدوري. طبعا ما لعبش مبارياته كامله. مع التدعيمات الجديده اللي موجوده في
اعتقد ان لا لسه بدري جدا المباريات، واعتقد كمان ان فرصه الاهلي قويه جدا ان يعني هو يحسم اللقب طبعا. طيب خليني اسالك عن يعني توقعاتك للمنافسه في الفتره اللي جايه على الدوري، هتشوف ايه يعني؟ هنشوف كمان بالنسبه للانديه الموجوده دلوقتي في قاع الدوري او المهدده دلوقتي ان هي تهبط لدوري الدرجه الثانيه؟ هو بالنسبه لي فريق المقاولون العرب مفاجاه، بيأدي اداء هايل جدا. يعني لا اعتقد هيبقى ليه الفرصه الفتره الجايه. والانتاج الحربي برضو كويس جدا، والمقاصه يعني الثلاثي ده قوي جدا. وهيبقى ليه دور في حسم بطوله الدوري، لان هو هيلاعب الثلاثه المتصدرين. اعتقد برضو ان الاسماعيلي وضعه سيء جدا بالظروف اللي بيمر فيها للاسف. طبعا هو في مركز 15 دلوقتي، ده لا يقبل الاسماعيلي. والاتحاد اعتقد برضو ان هو يعني ما اعرفش يعني بالنسبه للصفقات، انا شفت صفقات كتير قوي في النادي. الاتحاد اعتقد ان هو هيبقى ليه شان تاني في الدور التاني. هو بتروجيت طبعا موقفه صعب شويه. واعتقد وادي دجله برضو هيبتدي يفوق الفتره الجايه. تتوقع مين هيهبط في الموسم الحالي؟ والله الموضوع دلوقتي صعب قوي، لسه دور كامل. والنتائج يعني انا شايف الارقام او عدد النقاط يعني قريبه جدا، ما فيش يعني كلهم في العشرينات، 21 22 20. لكن الوحيد المتخلف عن بتروجيت في 15 نقطه بالظبط كده. لا لسه بدري قوي، الارقام يعني قريبه قوي من بعض. فاعتقد لا لسه في كلام تاني جدا الفتره الجايه او خلال خمس ست ماتشات الجايه هيبقى الموضوع. يمكن الفرق ما بين المركز السابع سموح او طلائع الجيش للمركز الاخير مركز ال 18 ما يكملوش 9 نقط. لا يعني اربع نقاط و9 نقاط. لا الموضوع قريب قوي يعني. الموضوع قريب جدا، وبيتحسن في ماتشين ثلاثه وممكن يتغير الجدول خالص. طيب اكيد النادي الاهلي عنده لقاء مهم جدا يوم الاثنين اللي جاي قصاد وادي دجله في الجوله العشرين من الدوري المصري الممتاز، تتوقع ايه اللقاء ده؟ صحيح، هو الاهلي كمان عايز يستثمر الصحوه اللي حصلت في ماتش المقصة. الماتش الجاي احنا برضه هيرجع لنا بعض المصابين. يعني عندنا صلاح محسن تم استعادته. ان احنا يبقى عندنا سعد سمير، جيرالدو. جيرالدو في الكثير من اللعيبه اللي كانوا غايبين في الفتره اللي فاتت بسبب الاصابات راجعين وبقوه، وكمان ابتدوا كمان ان هم يشاركوا في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. وصرح كمان طبيب النادي الاهلي ان هم من الناحيه البدنيه والطبيه فهم جاهزين، ولكن مشاركتهم من عدمها دي اكيد حاجه في ايد الجهاز الفني للنادي الاهلي. صحيح، برضه في نفس الوقت احنا عندنا مركز مهم قوي احنا محتاجين اللي غايبين فيه يرجعوا له، هو مركز راس الحربه. صلاح محسن مهاجم واعد وشاب يعني مهاري جدا، ويقدر اللي هو يعوض غياب ازارو. فده لما يرجع هيشيل عبء كبير قوي من لاسارتي، يقدر يسد المكان ده. طيب لو كمان هنتكلم بقى عن التدعيمات الاخيره اللي عملها النادي الاهلي، يعني لو سالتك عن الصفقات وايه افضل صفقه كان محتاجها النادي الاهلي وعملها، وهل النادي الاهلي لسه محتاج صفقات اخرى؟ اعتقد ان الاول نتكلم بس عن الاهلي محتاج ايه. الاهلي محتاج حد تاني في خط الدفاع، لعيب تاني. واعتقد ان المسؤولين في الاهلي بيشوفوا سيفيهات لعيبه كتير، واعتقد ان هيبقى في حاجه قريب. بالنسبه يمكن سمعنا تصريحات لسارتي بيقول فيها ان هو اكتفى بالصفقات اللي ابرمها النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي حتى الان. صحيح. فهل تتوقع ان لسه هيكون في صفقه اخرى؟ هو يعني اعتقد ان الراجل او ما جه قال تصريح ان هو عدد اللعيبه كبير جدا، وفعلا اتكلم مع الاداره في الموضوع ده. اعتقد برضه هو عنده عايز ياخد فرصه يشوف جميع اللاعبين اللي عنده، يشوف الادوات اللي يقدر يلعب بيها الفتره الجايه. بس في نفس الوقت يعني هو جماهير يعني هنتكلم جانب الجماهير برضه وليها راي تاني، بتقول لك متخوفه من الاصابات. في نفس الوقت احنا في لحظه ما بنلاقيش مدافعين. صحيح. لدرجه ان احنا بنلعب هاني محمد هاني ومليش مدافعين ورا. طيب احنا محتاجين يبقى في اكتر من لاعب موجود. طبعا صفقه ياسر ابراهيم دي صفقه هائله جدا جدا. صحيح. عندنا برضو في خط الوسط احنا دعمنا بشكل قوي جدا جدا، من سواء حسين الشحات لو اعتبرناه وينج، اعتبرنا محمد حمدي، حمدي فتحي انا اسف، حمدي فتحي طبعا لعيب هايل جدا جدا وهيبقى ليه شان الفتره الجايه، وكان مميز جدا الماتش اللي فات. صحيح.
لا الصفقات كلها كانت مميزه جدا. وجيلاردو الفتره الجايه هنشوفه ان شاء الله بطوله افريقيا القادمه يكون هو مقايض افريقيا نقدر نستفيد بيه. لا اعتقد الفتره الجايه كويسه جدا، هتشوف تطور للمحترف للعيبه الجديده اللي جبناها صفقات جديده. بس في نفس الوقت احنا محتاجين برضو نشوف في الانتقالات الصيفيه لو في فرصه مركز دفاع ومركز الوسط الارتكاز بالذات. مركز الدفاع من وجهه نظرك لسه محتاج لتدعيمات عشان يكون في دايما بدائل للاصابات. طيب خليني برضو اسالك عن رايك في مجلس اداره النادي الاهلي في ملف التدعيمات او ملف الصفقات الشتويه. هو كله اتفاجئ بصراحه فتره الانتقالات الشتويه ان الاهلي صرف بزخ وجاب صفقات سوبر، صحيح وخصوصا صفقه حسين شحات تعتبر سوبر. لا بصراحه فتره تاريخيه او فتره انتقالات تاريخيه للميركاتو التاريخي، كل بحساب الميركاتو التاريخي للاهلي. جاب لعيبه هايله جدا 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 هتفيد الاهلي في المستقبل ان شاء الله. بيفكرني دايما بفتره او ميركاتو 2005. طيب لو رحنا لملف آخر هو دوري أبطال أفريقيا ومنافسة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. طبعا آخر لقاء كان قصاد شبيبة الثورة الجزائري انتهى بتعادل النادي الأهلي، ويمكن جه كمان تعادل النادي الأهلي متأخر في هذا اللقاء، برغم ان احنا شفنا نفس الفريق ده بيخسر من سيمبا التنزاني بثلاث أهداف نظيفة. لقائنا القادم هيكون قصاد سيمبا التنزاني، شايف اللقاء هيكون ازاي؟ لا انا شايف ان الأهلي في الفترة الحالية يعني القرعه خدمتنا بقرعه مجموعه متوازنه. الاهلي ادى يعني الماتش الاخير بتاع الثوره الجزائريه بشيء من التحفظ مع التدعيمات. اعتقد الاهلي يعني هيعتلي المجموعه ويوصل الدور القادم مرتاح شويه. واعتقد ان الاسارتي عامل حسابه ان الفتره الجايه هيبقى في ضغوطات كتير في بطوله الكاس جايه، صحيح، وفي الدوري لو الدوري يعني كمل. لان انا اعتقد لغايه دلوقتي الموضوع لسه يعني لسه مبهم. يمكن كل التصريحات اللي طلعت من مجلس اداره اتحاد الكوره بتؤكد ان لازم الدوري في الموسم الحالي يكمل. صحيح صحيح، بس بنتكلم في ملاعب الموضوع صعب. الملاعب لسه المفروض هي استاد القاهره والسلام وكليه حربيه والماكس، ست ملاعب او ست استادات هتستضيف بطوله افريقيا والاستادات المتبقيه اللي هتستضيف مباريات الدوري المصري. ماشي، بس الاستادات دي استادات اساسيه ورئيسيه في مصر. انت هتعدها لسه محتاج توقف تقفلها شويه تعدها على الاقل شهرين ثلاثه بالظبط. فمش عارف صراحه يحلوا الازمه دي ازاي، لان الموضوع ما اعتقد هو الدوري في نسخته الحاليه متازم جدا. قوي صحيح. طيب نروح لدوري ابطال افريقيا وتوقعاتك بقى للنادي الاهلي هذا الموسم، هل هيقدر ان هو يحصد اللقب بعد طبعا غياب التوفيق عننا في اخر نسختين؟ اخر نسختين للاسف خسرنا من النهائي. لا ان شاء الله انا متفائل جدا. الاهلي الموسم ده او بعد الصفقات الجديده، بعد الروح الموجوده في الفريق، بعد المباراه الاخيره كمان، برضو مش عايزين نبالغ في يعني بالمستوى ده، بس برضو اعتقد ان في روح كل الناس لمستها، كل جميله لمستها والنقاط كمان روح موجوده جديده او رجعت تاني روح الفانيلا الحمراء. قتال على الكوره، مفيش استهوان بالخصم او رعونه، لا بس لا ان شاء الله انا متفائل وان شاء الله يعني هنقدر نحقق اللقب التاسع مرة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب نرجع مره ثانيه للدوري المصري، ويمكن كان في ناس بتقول ان لقاء المقاصه النادي الاهلي ظهر بالمستوى الجيد والمميز ده بسبب غياب اهم العناصر عن المقاصه، شايف الكلام ده ازاي؟ لا غير صحيح، لان الاهلي كمان غايب عنه اهم عناصره. احنا عندنا افضل باك يمين في افريقيا غايب، افضل مهاجم في افريقيا غايب، لا احنا عندنا كمان غايب، عندنا حسام عاشور غايب، اعتقد اللي هو وليد سليمان مثلا افضل لاعب في الدوري، احمد فتحي اه. احنا لو جينا نعد اللعيبه اللي غايبه فهم الفريق الاساسي. بالظبط، يعني ازاي بقى انت بتقارن؟ طب انت ما تبصش عليا ليه؟ لا انا اجت قدرت لاسرتي قدر يقرا المباراه كويس وقرا الخصم كويس، قدر يطوع المفاتيح اللي معاه كويس، قدر يحافظ على تقدمه، قدر ياخد المباراه بشكل جيد. صحيح. وبعدين واحنا بنتكلم دلوقتي وبنراجع اسامي اللعيبه الغايبه والمصابه، فاحنا بنتكلم عن فريق مرعب.
يعني مع رجوع فعلا كل الاصابات دي الموضوع هيختلف تماما مع النادي الاهلي في الموسم الحالي، سواء في الدوري المصري او حتى في دوري ابطال افريقيا او في الكاس. اي طبعا كلامي في لعيبه سوبر المفروض ترجع لنا سوبر، وبعدين مش 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 لعيب في مركز واحد، يعني انا احمد فتحي بيلعب في اكتر من مركز. صحيح بالظبط. عندنا وليد سليمان مهم، عنصر مهم جدا. صحيح. جدا. وبعدين انا سعيد جدا بعود اجاي الماتش اللي فات بصراحه كان مؤثر جدا. صحيح. ومارتين لاسارتي المدير الفني اشاد بيه وبرجوعه واتكلم عن ازاي كان هو مهم وعنصر اساسي في اللقاء وفوز النادي الاهلي. صحيح صحيح. اجاي كان مؤثر جدا جدا جدا، وقدر كمان يبقى فيه يعني دخل المباراه بسرعه، اعتقد ان الاصابه بتاعته كانت تقيله جدا وفاجئنا كلنا بمستواه الهائل الماتش اللي فات. صحيح. طيب بعيدا عن النادي الاهلي نروح بقى لامم افريقيا. بطوله امم افريقيا اللي مصر اتشرفت ان هي تنظمها كان 2019 طبعا بعد ما فزنا قصاد جنوب افريقيا ب 16 صوت مقابل صوت واحد فقط لجنوب افريقيا. شايف ازاي الاستعداد للبطوله دي من قبل طبعا المسؤولين هنا في مصر؟ والله انا شايف ان سواء وزاره الشباب والرياضه او الاتحاد الكره المصري زائد طبعا بالاضافه لرئاسه الوزراء مهتمين جدا جدا. صحيح. جدا بالبطوله. الناس كلها يعني انا لتاني مره رئيس الوزراء بيروح استاد القاهره يزور الاستاد ويشوف العمل هناك ازاي وتجهيزات الموجوده للاستاد القاهره والاستاد الرئيسي اللي هيتم افتتاح البطوله. صحيح. شايف ان استعانوا بكابتن محمد فضل يدير البطوله، وده عنصر شاب، وده شيء مباشر ان هم بيبصوا لعنصر الشباب، ولان في الاخر الشباب هم اللي هينجحوا اي بطوله. وده اكيد طبعا بالظبط. زي يعني انا شايف برضو ان هم في افكار جديده موجوده هيعملوا اماكن مخصصه لمشاهده المباريات للجماهير. فان زون بالظبط. يعني يمكن هيقدروا ينقلوا شويه من الحاجات اللي روسيا. احنا شفناها في روسيا. صحيح. 2018 خصوصا كمان اتكلموا عن دور الشباب اللي هيكون موجود في البطوله دي، زي ما شفنا الفولنتيرز موجودين في روسيا 2018 ازاي الاولاد والبنات وقاعدين هناك في البلاد او في المحافظات اللي فيها البطوله بيوجهوا الناس وبيساعدوهم. شفنا ادوار مهمه جدا للشباب في روسيا 2018، واكيد لازم يكون للمصريين نفس الدور هنا في كاس امم افريقيا. كان لينا شباب كتير قوي، ودي مفاجاه لينا ان انا اتفاجئت ان في شباب كتير قوي مصريين بينظموا في البطوله وكانوا ليهم دور مؤثر جدا. اعتقد ان هيتم الاستعانه ببعض الشباب دي لتنظيم كاس الامم هنا في مصر، واعتقد ان الشباب دي اكثر علما او خبره بالموضوع ده، وهيطلعوا حاله مشرفه قوي لمصر ان شاء الله. يمكن كمان سمعنا عن اول حاجه هتتعمل هي كيفيه حجز بقى التذاكر الدخول، وانها تكون بالبطاقه وهتكون ببصمه الوش عشان طبعا يتفادوا اي مشاكل ممكن تحصل في البطوله. هو كان في ازمه في 2006 ان التذاكر فيها ازمه كبيره جدا، كانت بتتباع سوق سوداء بالظبط، وكانت ما كانتش موجوده وكانت باسعار غاليه جدا فلكيه. اعتقد ان المسؤولين دلوقتي بيدوروا ازاي يحلوا الازمه دي. صحيح. وازاي يشوفوا طريقه لعلاج الامر ده. واعتقد ان الاهلي كان سبق بالموضوع ده قبل كده، بس هم دلوقتي هيطوروا اكتر عشان موضوع الامن امنيا وكده، واعتقد دي خطوه جيده جدا في الطريق. دي خطوة أكيد مهمة جدا كمان عشان نرجع مرة تانية الجمهور للمدرجات. الكرة بقى لها كتير قوي ما فيهاش جمهور، وما فيش كرة من غير جمهور. أنا مستغرب فعلا إن أو مش عايز أقول بس من غير جمهور، لأن أنا شفت ماتش الزمالك وبيراميدز الجماهير كلها موجودة، الفريق الوحيد اللي عليه مش عارف ليه جماهير الأهلي بالذات مظلومة في الموضوع، متأيدة بزيادة. مش عارف ليه. أنا مش قادر أفهم إيه السبب. لقاء الزمالك وبيراميدز اتلعب بجمهور، لقاء الأهلي بس أنا برضو بنتكلم عن أعداد قليلة جدا، يعني إيه 5000 متفرج في مباراه؟ يعني صحيح. ايه يبقى فريق عنده شعبيه كبيره مثلا زي النادي الاهلي زي نادي الزمالك زي الاسماعيلي يبقى ما عندهمش 5000 بس. صحيح. في المدرجات. صحيح صحيح. احنا بنتكلم في يعني اعتقد ان هيبقى في بركه امل بعد بطوله كاس الامم. اتمنى وهتبقى بروفا كويسه قوي الجماهير، وهيتم عوده الجمهور بكامل قوته للدوري بعد انتهاء. اكيد نتمنى، لان في الاخر الجمهور ده شباب، والشباب دول اللي بيقضوا مثلا ساعتين ثلاثه اربعه جوه المدرجات اكيد احسن بكتير من اي حته كمان تانية. غير كده كمان احنا بنتكلم في الشباب دي بتخرج طاقه في المدرجات.
المدربات. صحيح. زائد طبعا في مكاسب تانية سواء تسويقية، مكاسب للفريق نفسه. الأهلي أهم سلاح عنده جمهوره، يعني الأهلي مفتقد أهم عنصر بيقدر يساعده الجمهور. مش موجود. صحيح. دلوقتي، ودي حاجة صعبة شوية على الأهلي، وإن شاء الله هيرجع بإذن الله. إن شاء الله. طيب خلينا نروح برضو لمنتخبنا الوطني الأول تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، والاختلاف الكبير ما بين هكتور كوبر وطريقته الدفاعية البحت اللي هو كان بالنسبة للشعب المصري طريقة عقيمة، أما العكس تماما مع أجيري المدير الفني المكسيكي اللي دلوقتي بيلعب كرة هجومية مختلفة ممتعة بالنسبة للشعب المصري. صحيح. أنا شايف أن أجيري بيعتمد على الشباب، دايما حاطط شرط انضمام الشباب، بس يمكن هو رجع في كلامه. أنا لسه كنت هاجي حضرتك أقول لك رجع متأخر قوي بعد ما وليد سليمان اتصاب. ليه كده بقى؟ كان محتاج بعض العناصر الخبرة، تقدر تتعامل مع جمهور، تأزم مباريات، لأن في النهاية الخبرة مهمة. يعني احنا محتاجين واحد زي أحمد فتحي، محتاجين وليد سليمان وغيره في الدوري الممتاز، في لعيبة كويسة جدا جدا المفروض تنضم. فأعتقد إن الفترة الجاية هو بعد تغيير رأيه أو تغيير فكره إنه هيضيف عناصر خبرة في المنتخب، الشكل هيختلف، هيبقى أفضل بكتير إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. هل تتوقع إن إحنا ممكن ننافس على اللقب في كان 2019 مع وجود بقى عامل الأرض والجمهور لصالحنا؟ أكيد. لا، إحنا أساس البطولة دي، يعني إحنا أساس في كل حاجة، كل الأرقام القياسية لمصر. أعتقد إحنا الأفضل، وفي نفس الوقت برضو إحنا حسبنا بطريقة تانية، إحنا أفضل لاعب في القارة عندنا محمد صلاح، عندنا افضل فريق في القاره. يعني ما كانش معانا كانش معانا حظ او توفيق ان احنا ناخد بطوله الاهلي، ياخد بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، بس ده ما يمنعش ان احنا افضل فريق في القاره حاليا. ما في تذبذب مستوى، اي فريق في العالم بيجي له. صحيح، ده طبيعي. لا، احنا عندنا معطيات كلها تخلينا، زي طبعا عامل الارض والجمهور، كل المعطيات بتقول ان احنا هننافس بقوه على اللقب ان شاء الله. ان شاء الله. طب خلينا نروح بقى اخيرا لمحترفينا في الخارج، واكيد لو هنتكلم عن المحترفين هنتكلم عن محمد صلاح وشايفه بيأدي ازاي في الموسم الحالي من البريمير ليج. محمد صلاح دلوقتي في قمه التوهج الكروي، اصبح دلوقتي ايقونه للعالم كله، مش في مصر بس، الناس كلها بتقارنه. يعني انا دلوقتي بتشوفيه بيتقارن بين رونالدو وميسي. صحيح. وكده كده انا شايف الفتره الجايه محمد صلاح هيضغى عليهم كمان، لان خلاص عامل السن مش مع رونالدو وميسي، لصالح محمد صلاح هيبقى النجم الاول ان شاء الله في العالم. واعتقد ان محمد صلاح برضو في ميزه قويه جدا، ان هو مش متكبر، مش مغرور، الراجل عارف شغله ايه، محترف كما قال الكتاب. الراجل ان شاء الله هيبقى، يعني الكارير بتاعه هيعلى باذن الله. محمد صلاح مش بس لاعب كره قدم مميز او حتى اسطوره كره قدم، محمد صلاح عمل طفره في طموح الشعب المصري. ازاي ممكن انت تحلم وتكون طموح وممكن توصل لفين؟ فهو كسر كل الحدود بالنسبة لكل الشباب، يعني شاب او بنت او ايا كان. بنتكلم عن الشعب المصري، بنتكلم عن حتى الشعوب العربية، من لاعب في قرية بسيطة بيلعب. صحيح. في المقاولين العرب، لأفضل لاعب في العالم كله. صحيح. هو محمد صلاح لو شفنا نشأته منين وتدرجه لغاية لما وصل لبقى المقاولين، لبازل، لتشيلسي، لروما، لغيره، لعيب قصة مثيرة جدا للشباب. صحيح. ان هم يشوفوا قصة مفيدة. طبعا مفيدة طبعاً جدا طبعا. يمكن محتاجة شوية تفاصيل، ولو تتعمل فيلم هتكون اكيد لا اكيد فعلا هتكون يعني محفزة جدا لكل الشباب. فكرة ان انت تبقى قاعد في بيت بسيط، في قرية. صحيح. بسيطة، فطموحك انك مش عارف ازاي تركب وتروح للنادي المقاولين العرب، وفجأة طبعا ما فيش حد اكيد بيتكسف ابدا من اصله، وفجأة تلاقي نفسك من افضل اللعيبة اللي في العالم، ما شاء الله، الله اكبر. يعني موضوع برضو تحس ان هو كأنه من الخيال، من القصص، بس ده واقع مش قصص. يعني صحيح، ده هو محمد بقى ايقونة للشباب المصري كله. واعتقد ان الفترة الجاية هيبقى في توهج لمحمد صلاح بشكل كبير جدا. طيب نروح لعمر وردة. عمرو وردة ساب نادي باوك اليوناني، وتقريبا تم الإعلان خلاص عن انضمامه بعد ما كان بيشارك برضو مع أتراميتس اليوناني في التدريبات، لكن ما كانش تم الإعلان عنه أو عن انضمامه رسميا، لكن تم الإعلان عن انضمامه رسميا لأتراميتس اليوناني يمكن امبارح.
شايف خطوات عمرو وردة الاحترافية ازاي؟ انا شايف عمرو وردة خطواته كويسة في الفترة الحالية. هو بدأ يظهر في كاس العالم الاخير مع المنتخب المصري، ده اعتقد ده عمل له سي في كويس، اللي هو يعني الفترة الجاية يقدر يظهر نفسه بشكل مميز، يروح نادي يخرج بره الدوري اليوناني، يروح دوري اقوى شوية، واعتقد ان فرصة كويسة ان عمرو يجتهد الفترة الجاية ينضم للمنتخب بشكل اساسي، ومن خلال بطولة الامم الافريقية يقدر يسوق نفسه ان هو يروح دوري اقوى من الدوري اليوناني. اكيد نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في مشواره الاحترافي. استاذ شادي محمد الناقد الرياضي في بوابة اخبار تانا النهارده، فكرنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا لحضرتك، اشكرك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.